مهمة صعبة وصعبة وانطلاقة من هناك على الجلوس الكرة خطيرة يا بابا خطيرة بابا جول بابا 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 لعبة عالمية في الثانية الأربعين منذ انطلاقة المباراة ويفعلها منتخب الإكوادور جول في منتهى الروعة يا سلام من هنالك على الجهة اليسرى يتمكن إبارة من هز شباك الأرجنتين بداية غير موفقة تماما بداية مرعبة من جانب منتخب الإكوادور الذي يريد أن يدخل التاريخ ويمنع الأرجنتين بميسي من المشاركة في المونديال رائعة هذه اللعبة الثنائية خطوات بالرأس بين أردونيس وإبارة وجول أول للإكوادور على أرضية ميدان أمام الأرجنتين بداية غير موفقة تماما للأرجنتينيين والصدمة كبيرة في هذه اللحظات من عمر المباراة رهانات كبيرة رهانات كبيرة وكبيرة جدا سياسية واجتماعية وحتى صحية بالنسبة للأرجنتينيين لأن وزارة الصحة يبحث عن ليو وجد قلب هجومه بناديتو ليو عند الكرة ليو دي ماريا دي ماريا دي ماريا ليو جول بابا جول 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 في نهاية المطاف سجل ليو ميسي في نهاية المطاف ليو ميسي يعدل النتيجة للأرجنتين قبل وصول ربع ساعة لعب وكأن شيئا لم يكن وكأن روماريو إبارة لم يسجل لعبة ثنائية من أروع ما يكون ليو استلم ليو مرر ليو استلم مجددا وحطها بالجول بيسرى ليو ميسي يسجل هدفه 59 قد يكون هو الأغلى لمنتخب الأرجنتين نعم ليو ميسي الذي لم يسجل في الأربع مباريات الأخيرة مع منتخب بلاده سجل 14 مرة مع برشلونة ها هو يعيد للأرجنتينيين الروح ويتمكن من تعديل النتيجة ليو جول مرة ثانية وصل لدي ماريا وينو ميسي دي ماريا مع ليو ليو بابا 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 جول ليو 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 جول ينفجر البرغوث ليو ميسي يقول للأرجنتين ما دمت هنا لا تخافوا نعم ليو ميسي يفعلها ليو ميسي ينتفض ليو ميسي سجل جول ثاني ليو ميسي هو الأرجنتين وليو ميسي هو الكرة فعلها استلم بحرارة كبيرة وبقوة كبيرة ليو ميسي يسجل الجول الثاني دي ماريا لليو اختفها ليو دخل ليو سجل ليو حطها لك في الزاوية 90 على يمين بونغيرا ليو ميسي يقود الأرجنتين للتفوق لحد الآن بهدفين مقابل هدف واحد هذا هو ليو الذي يريده الأرجنتين هذا هو ليو الذي يريده عشاق الكرة ميسي 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 جول ثاني للأرجنتين حرام أن الأرجنتين يغيب عن مونديال روسيا حرام أن الأرجنتين